أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل الاستماع للقرآن أم ذكر الله تعالى والاستغفار والتحميد والتسبيح؟ القرآن أفضل شيء، تلاوة القرآن مع التدبر أفضل أنواع الذكر، أفضل من الأذكار والتسبيح نعم. وبإمكان الإنسان أنه يجعل وقت لتلاوة القرآن ووقت للذكر، يجعل وقت لهذا ووقت لهذا، نعم، يوزع وقته، نعم.